مضاعفة تقدمها المبادرات خلال شهر رمضان المبارك في حلب، وبين مطبخ ساعد في مدينة حلب والذي يقدم 11,000 وجبة يوميا إلى قرية عزيزة بريف حلب الجنوبي، والتي افتتح فيها مطبخ وأقيم فيها أيضا موائد الرحمن لتغطي نحو 3,000 شخص خلال الشهر الفضيل. هلا مطبخ ساعد بحلب شغال على نفس الاستطاعة تبعيته اللي هي حوالي 11,000 أو 12,000 يوميا. هلا تم افتتاح مطبخ بالتعاون مع آل عزيزة السيد نزير عزيزة، هي مائدة الرحمن ونفس الوقت وجبات، بيقدم باليوم حوالي 1700 1500 وجبة 1600 وجبة، وكل يوم متنوع، يعني كل يوم طبخ شكل، بالتعاون مع جمعية ساعد وجمعية ارتقاء التنموية الخيرية. يعني بمساعدة جمعية ساعد وارتقاء عم نفطر ناس افطار صائم بريف حلب الجنوبي، اعتبار عن 1500 ل 2500 شخص عوائل في بيوتهم، فتحنا لهم مطعم كمان باراضي 500 ل 700 شخص بيجوا بفطروا، بنستقطب ناس كمان من حلب. متطوعون يتنقلون بين المدينة والريف منذ كارثة الزلزال وصولا لشهر رمضان المبارك ليؤدوا واجبهم الإنساني. نحن بهذا المكان نحن شعار لا يوصف، نحن خدمة الناس وكل جمعية ساعد كمان الله يجزيها الخير، نحن روحنا كلياتنا نقدمه، وايش بدنا احسن شعور؟ الفكرة كانت عنا نحن كاستجابة زلازل، هذا الشيء مهم لتشوف تكاتف الأثر، تكاتف الشباب، همة الشباب بالعمل التطوعي والإنساني. بالتالي نحن عم نسعى على شغلة واحدة بس، إنه ننشر بسمة على وجه كل حدا تضرر أو عانى من أي شيء صار بهذا الزلزال. نحن هلا مبادرة خس الجوع يوميا، نحن عم نساوي تقريبا من 10,000 ل 12,000 وجبة يومية، كل يوم نعمل طبخة شكل، ما منطلع كل يوم يعني كل يوم أكلة مثل ما منطبخ لبيتنا منطبخ لأهلنا هون بحلب. وسط استمرار تداعيات زلزال حلب وصولا للوضع الاقتصادي والحاجة الملحة للمواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها خلال الشهر الفضيل، تتدخل المبادرات لتكون بلسما وسندا وساعدا لآلاف العائلات المتضررة. أنس رمضان، الإخبارية السورية، مدينة حلب.